السلام عليكم الحبابات الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير يا ربي. يلقاكم هذا الفيديو وانتم كتمتعوا بكامل الصحه والعافيه. مبروك عواشركم اخواتاتي، الله يدخل عليكم هذه الايام المباركه بالصحه والسلامه والمزيد ان شاء الله من الطاعات والاجر والثواب والرزق الوافر وكاع داكشي اللي كتمنوا يا ربي يحققوا لكم. ما نساوش ايضا دعواتنا للتلاميذ ديال الجهوي والباك وكاع المستويات الصغار والكبار، يا ربي تنجحهم وتفرح والديهم ان شاء الله وحتى هما يفرحوا. لا يضيع شي وحده البنات، كل واحد الله يعطيه داكشي اللي كيتمنى في خاطرو ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم زوين بزاف، فيه تنظيف العميق ديال الكوزينه، البلاكارات، الفران ديال الضو، الزجاجه ديال الفران، المهم بزاف ديال الحوايج ديال التنظيف. ندير واحد تنظيف عميق باش هكا نرتاحوا عاوتاني واحد المده، خصوصا بحال هكا انا في هذه الايام هذه كنكون خدامه، يعني كنخلي شويه حتى كتجمع القضيه عاد كنحيدها في مره واحده، كنقي مره واحده وكنجار عاوتاني حتى كنشوف داكشي بدا كيتعلق، ما عدا البوطه، البوطه كنمسحها تقريبا جوج مرات حتى ثلاثه في النهار على حسب الوقت وعلى حسب شنو فاض عليها ولا شنو طيبنا فيها. بقاو معايا حتى الاخير الفيديو، نبداو الصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. القزبور ها هو، شوفوا تبارك الله، ها هو كيتغسل وراه خفيف كيطلع للفوق وراه دغيا كينشف. دابا كنغسلو هكا ونقطرو ونشرو في الشمس، عاد كنقيه عاد كنحيد ليه دوك شي عويدات كيكونوا فيه وشي حاجه هكا، حتى هو ما كيكونش موسخ بزاف بزاف، ولكن ضروري كلشي يتغسل. الزنجلان ها هو، وها هو حتى فهاد الصاشيه زنجلان بلدي مغسول، هادشي اللي كاين البنات. المهم انا غادي نغسل هذا، هي الشبيكه هنايا وهذا راه الصفايه، هادي راه 4 كيلو د الزنجلان، وهذا غادي نغسلو حتى غادي نقطرو حتى هو ونشللو باش نشرهم في السطح، باش ان شاء الله هذا عندي فيه واحد الكوموند مطحونه، يعني مازال خصو يتطحن. القرفه شوفوا تبارك الله كي دايره، اولا بعدا العواد ديالها كلهم هاد الغلاض هادو صافي، وكاين الخرقوم، نرد هذا لهنا، كاين حتى الخرقوم هنا راه مغسول حيت هادو صافي داكشي اللي كنت غسلت وجدت كله تالا، وهذا سكنجبير البلدي ها نتوما صافي. هادو غادي نشرهم في الفوق حتى نشفو مزيان باش غادي نطحنهم ان شاء الله. ملي كيتطحنوا كيعطيو واحد الريحه زوينه من داكشي الرفيع، ريحه النقا فيهم وريحه العطريه، ريحتها كتكون جديده تبارك الله كتكون عاطيه. دابا غادي نشارك معكم واحد لاكوموند توصلت بها من الموقع ديال وادوكس، هانتوما شوفوا بعدا تبارك الله غير لومبالاج ديالهم، انا غنفتحها معكم، عجبني الطريقه باش محافظين عليها مدورين بها الكرتون من الداخل. هانتوما بالنسبه للبروموسيون اللي كاينه، الاخوات كانوا سولوني قالوا لي اش من بروموسيون دايره وادوكس، راه دايرين بزاف، يعني دخلوا الكتالوج ديالهم في الواتساب وشوفوا راه كيكونوا دايرين الحاجه اللي فيها تخفيض بالمناسبه ديال العيد الكبير او عيد الاضحى. هذا الخلاط هذا او هذا البلندر فيه جوج ديال الكيسان تبارك الله، وفيه هانتوما الورقه ديالو. بالنسبه للثمن كاع من الاول انا نقولها لكم 529 درهم، دايرين فيه تخفيض كما قلت لكم، واللي زوين كاع بزاف بزاف وكثر هو جايين فيه جوج ديال الكيسان، كيعطيكم واحد الكاس بالمجان اولا هديه. انا بغيت نوريكم البنات، شوفوا غير الطريقه ديال لومبالاج كيفاش كتجي الحاجه محافظين عليها. هنا قربت لكم تشوفوا راه فيه 1300 واط، قبل كاع ما شفتوا دابا الخلاط اولا الروبو، شوفوا الواط ديالو 1300 تبارك الله، وريتكم عامين ديال الكارانتي. كما العاده راه اي اباري خديتوها من الموقع ديال وادوكس راه فيها سنتين ديال الكارانتي، كيعطوها لكم بالورقه ومسينيه وكل شيء قانوني، زعما ماشي شي حاجه غير ايه هضره هكا ولا شفهيا. كيجي فيها هذا الكاس ديال الزاج هو اللي كيجي معاها، كاس ثقيل تبارك الله، وفيه الموس ديالو، وشوفوا هذا الكرتون اللي دايرين باش هكا يحافظوا على داك الكاس ديال الزاج ما يتخبش ما يطيح ما والو، واحد الكرتون اخر. المهم بالنسبه للومبالاج يعني كيتقنوه ما عندنا ما نسالو، ما عمر شي حاجه جاتني، شوفوا دابا من كازا للرشيديه ما عمر جاتني شي حاجه مهرسه اولا فيها شي ديفو، كتوصلني الحاجه كما حطوها كما كتوصل. الكاس اللي فيها ديال الزاج فيه اطر ونص بجوج بهم، وفيهم كل واحد بالموس ديالو، يعني ماشي غير زعما موس واحد ونبقى نبدلو على جوج كيسان، كيجي بهذا الشكل هذا وكيتحل من تحت. البنات بالنسبه الى بغيتو تنظفوه انا غنشاركو معكم في الاخير، هنا راه غير كنفتحو معكم في الاول، يعني بحالي بحالكم باقي ما جربتوه هنايا، ولكن ملي جربتو عاوتاني غنعطيكم الراي ديالي فيه. هاد البلاندر هذا راه كان داير قبل زعما قبل هاد العواشر هادو اولا العيد الكبير، كان داير الثمن اللي هو زايد، دابا راه نزلوه ل 529 درهم، يعني هذا هو الثمن اللي ولاو دايرين ليه، كان في التخفيضات ديال العيد الكبير. وهذا هو الكاس الثاني اللي هو بلاستيك، نفس القياس نفس الحجم غير هذا بلاستيك والاخر زاج.
المشكل ديالنا حنا هو الكاس ديال الزاج، كنخافو يتهرس. ايوا المهم ها هو البنات الاخر ديال البلاستيك، واخا حتى ديال الزاج الا كانت يد وحده واستعمال ديال وحده، الوحده هي اللي تكون كتخدم هاد الالات ديالها، راه كيبقاو اطول مده ممكنه. الحجم ديال هاد الكيسان هو لتر ونص، وكاينه هذيك ديال العطريه هي هادي، حتى هي كيجي فيها الموس ديالها، كلهم فيهم كل وحده فيها الموس ديالها، كيتحيد وكيترد صافي حتى هي كتجيب هذا الشكل. وهذا هو الموتور ديالها اولا الروبو زعما، هانتوما لا مارك توريس دائما من الموقع ديال وادوكس كيستعملوا الجروب ديال توريس، وكتكون بعض المرات ميليروير، وكتكون سولاك، هادو ماركات اللي هما زوينين بزاف ومجرباهم، والحوايج ديالهم راه مازالين عندي كنستعملهم. هانتوما شفتوا الحوايج، كاين الحاجه اللي عندي عامين هادي ومازال ما شاء الله خدامه بها، ويعني عندهم الجوده تبارك الله ما شاء الله. وحتى التعامل يعني السيده اللي كتكون في الاستقبال ديال المكالمات اولا الميساجات ديالكم ما شاء الله. ها هو الثمن ديالهم البنات، شوفوا راه 529 و20 درهم ديال التوصيل. وبالنسبه للغارانتي كما قلت لكم راه سنتين ديال الضمان، ها نتوما 18 في شهر 5 فاش خديت هذا الخلاط هذا ولا هذا الروبو هذا، ها هي الضمان ديال سنتين. ملي كتشوفوا الحاجه هكا موقعه ومقاده ورقه يعني خبيو هاد الوريقه هادي، وخبيو الكرتونه ديالها، خبيو كلشي، وخدموا بالخلاط ديالكم، ربما تصادفوا شي مشكل اولا راه كتواصلوا معاهم. غنطحن فيها مطيشه حيت غادي نبغي نصوب هكا الحريره، وتشوفوا لان شنو اللي كيهمنا حنايا هو ملي كنطحنوا غير في هاد الغرف هذا ما يبقاش داك البقايا، باش تشوفوا بان غطحن مزيان انا غنديرها بالقشره ديالها. هادي غنقطعها نزيد عليها واحد الجغيمه ديال الماء هكا صغيره باش يلاه تخلطها لينا ونطحنوها. غادي نوريكم الطريقه ديال الكاس، ضروري تسمعوا واحد السويت عاد باش غادي يخدم لكم باش غادي يخدم لكم الروبو زعما ولا هذا الموتور ديالها. اذا ما سمعتوش ديك الدوره وداك السويت راه ما كيخدمش نهائيا. الحاجه ديالكم هكا حافظوا عليها ملي تكون الماكينه يد وحده، راه ما شاء الله كيدوزوا اوقات وسنين. وبالنسبه للموقع ديال وادوكس هما راه كيديروا غارانتي كما قلت لكم ديال عامين على الموتور، اما الا هرستوا الكاس ولا راه كتعاود تستعملوا هذاك ديال البلاستيك. ومن الاحسن فرقوهم، مثلا ندير هذا هكا الصوبه ولا شي حاجه، حيت هذا واخا تحطوا فيه شي حاجه سخونه ما غيتهرش، بحال مثلا شي حاجه سخونه وندير فيه شي حاجه ديال الشرموله ولا اخر يبقى العصير شي حاجه بارده، وحتى الريحه ما تكونش كاع زعما فيه ديال الربيع ولا ديال شي حاجه ديال الشرموله هكا. ديك لاصوص ديال المطيشه ديما يعني كاع بلا ما تغربلوها صافي. غادي نزيد واحد شويه ديال الماء ضروري هكا باش يتخلط لينا. هانتوما بالنسبه للغرفه ولا الكاس فيه هاد البلاستيكه خصكم ضروري تجيبوها مع هاد النقيشه هادي، هانتوما غنحطو هنا هكا ضروري تسمعوا هاد السويت هذا. هانتوما شفتو غنوري لكم سمعتو يعني هاد الصوت، هانتوما بحال دابا هكا ما يخدمش هادو، ولكن ملي غادي تسمعوا هاد السويت سمعوا حتى غادي بسم الله ما شاء الله طحنات ديك مطيشه مزيان، ما بقاوش دوك القشور اللي كيكونوا باينين هكا بحال شكل دوك الجلفات ديال المطيشه، كلشي طحناته، وهاد القشور هما اللي كما قلت لكم كيتقلوا لنا هاد الصلصه ديال المطيشه. ها نتوما شفتوا بلا ما تغربلوها لا في الصفايه لا في والو، ها نتوما باينه باينه راه طحناتها تبارك الله ما شاء الله. ها نتوما هاد ديال البنات كلهم بالنسبه لهاد العطريه، وحتى هذا ديال الكاس، وحتى هاد الكاس هذا هو اللي كيعطيونا هديه معاه باش زوين بزاف كيتحل من التحت، وراه عندي واحد بحال هاد الشكل هذا سنين وهو عندي ولحد الان مازال يعني خدام. ها نتوما كتحلوا باش هكا تنظفوه هكا بالطريقه، بعض المرات كيلصقوا لينا هذوك ديال اما الربيع اما شي حاجه المطيشه بحال هكا، اما شي ديال الفواكه مثلا طحنوا الخوخ ولا الليمون ولا كيبقاو دوك الالياف ديالو هنايا. ايوا المهم هاد الطريقه راه زوينه تحلو، وباش زوين بزاف كل كاس كيجيب الموس ديالو، ما جايبينش زعما كاس واحد ونبقاو نبدلو ليهم الموس.
هذه حتى هي راه غسلتها، غادي نستعملها. غادي نخليها اما القهوه اما المهم دوك الحويجات اللي كنطحنوا كل مره شويه، عندك الكمون والقهوه هادو راه كنطحن منهم كل مره شويه شويه وصافي باش ما يبقاوش مده طويله. انا غادي نطحن فيها هاد المهرجان شوفوا المورينغا هادي راه استعملتها حتى بقى فيها غير هاد شويه. المورينغا راه زوينه ولات مؤخرا يعني تعرفات وتداروا عليها ابحاث، ولكن خصها تطحن. من الاحسن تطحن تدار في قريعه كل مره تبغي تستعملوها معلقه مع كاس ديال الماء. هي هذه راه ديال هذه المنطقه ديالنا، ايوا غادي نطحنها حتى هي نعمرها في قريعه. عندي دابا القهوه جبت كيلو من ديك ديك الساشيه اللي كنوري كنشارك معكم ديما، جبتها وصافي وطحنتها كلها. اما راه غنطحن معكم القهوه ولكن ان شاء الله راه غنخليها القهوه حتى هذه. المورينغا ملي كتطحن كتولي بحال الشكل ديال الحنه وكتكون هي راه نقيه، راه حيتها حتى نقيتها ما فيها لا حجر لا والو، ولكن خصني نطحنها باش نديرها في قريعه. بسم الله نسمعكم الصوت ديال هادي. حتى هي ضروري حتى تسمعوا من هذاك السويت، سمعوا سمعتوا هانتوما ضروري تسمعوا هذا السويت. غادي نطحن هاد المورينغا كاملة فيها ان شاء الله ونغرب لها ونديرها في قريعة. وها هي اخر وحدة، هي كنعمرها في الاول ملي كتطحن كتجمع تبارك الله راه طحنات ان شاء الله. دابا غنغرب لها باش هكا نعرف بان ما بقاوش فيها شي خويطات ولا شي ورقة ما طحناتش ولا شي حاجة بحال هكا، غير هي راه خفيفة دايرة بحال بحال النشا، ضروري شويه عليكم باش هكا ما تطيرش. الخلاط تبارك الله ما شاء الله زوين ما كيسخنش، طحنت بها نتوما شفتوا مطيشه، طحنت بها هاد المورينغا هادي هاد ربعه ديال المورينغا راه شفتوا كتشد زعما شويه بشويه ماشي بحال البزار والقهوه اللي كتعمروه دقه واحده، هادي لا هادي كتكون وريقات عاد كتنزل. تبارك الله ما شاء الله الموتور ديالها ما سخن ما والو وكطحن مزيان، وهذا فيها 1300 واط. ملي كيكون الموتور كيكون فايت الالف الفوق راه تبارك الله راه ما كيسخنش وكيكون زوين. غادي تلقاو المعلومات في التعليق الاول، نتبعت تما ديال اخت غزلان، غير كما قلت لكم في الاول بالفيديو غير كتبوا لهم ميساج ان شاء الله غادي يجاوبوكم. راه كيبداو كيجاوبوا من التحت، كيبداو من التحت حيت هما اللي كيكونوا سابقين، كتعرفوا الواتساب راه الاول هو اللي كيكون لتحت واخر ميساج كيكون الفوق. نتوما غادي نغرب لها ما شاء الله اللون ديالها والريحه ديالها زوينه كتشهي. انا غنحيد هذا من عليها حيت كطير دايره بحال النشا باش هكا ما توسخليش هذاك الروبو اللي بقى نمسك فيه دابا. عاود الموقع ديال وادوكس دائما هذوك الاواني سواء الماعن سواء اي حاجه فيه راه تبارك الله ما عمر شي حد تشكى ولا قال وقع شي مشكل ولا. زائد هاد لاباري كيعطيو عليها ضمان سنتين على الموتور، والتوصيل راه ب 20 درهم لجميع المدن المغربيه. تبارك الله راني نيلاتها شوفوا كيفاش ولات شتي. غادي نجمعها في هاد البلاستيكه هادي وغادي نسد عليها. انا كنستعمل هاد المورينغا هادي زوينه والفوائد ديالها تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للغسيل البنات غادي نشارك معكم الطريقه ديال الغسيل ديال هاد الكاس. الاخوات اللي غادي يبغيو يغسلوا راه كيتحل من التحت كما قلت لكم من هنا باش هكا تغسلوه مزيان مزيان وتاكدوا بانه نقي ونظيف وما غاديش تكون فيه لا بعض المرات كتكون شي حوايج هكا ما كنوصلوهمش وكيبقاو لاصقين تحت الموس اولا في هاد الدوره من التحت وكيعطونا واحد المنظر اللي ما زوينش ولا كتبدا الصفوريه في الكاس خصوصا ديال البلاستيك. هذا نتوما غادي نغسلو بهذه الطريقه حتى ينشف ونرد ليه هذيك الغلاقه ديالو. مازال غادي نشارك معكم فيه ان شاء الله، نصاوب فيه ملي كنبغي نجرب انا شي بلاندر هكا ولا شي خلاط كندير فيه العجينه بحال الكريب بحال البغرير بحال لي كوفر. المهم غادي ندير معكم ان شاء الله البانكيك غادي ندير معكم غير في فيديو قريب ان شاء الله نعاود نستعملو معكم في بزاف ديال الاقتراحات. صافي غادي نغسلو البلاستيك ديالو داك اللي كيكون لامع ماشي داك اللي كيتضبب، والزاج كيف ما شفتو ديال الزاج راه ثقيل خص غير ما يطيح لكمش الارض
ونحافظوا عليه، ودائما اي حاجه كاينه عندنا نعطيوها قيمتها ونحافظوا عليها. انا البنات غادي العشيه غادي نحاول باش نجمع الكوزينه. بالنسبه للبوطه رشيت عليها شويه ديال بيكربونات الصودا والخل. الوصفات اللي كان ديال البوطه ديال اينوكس راه كتار منهم عادات، كاين هاد بيكربونات الصودا والخل، كاين البرودويات، خلاص البرودوي اللي تشوفوا فيه ردوا البال حتى يبان لكم فيه البوطاغاز بحال هكا ولا الاينوكس كما كان. اما الا كان فيه الحمامات راه كيضيع، راه فيه ما القاطع، غادي يكحل لكم الاينوكس ديالكم اولا البوطه كيف ما كانت. زعما شي بوطه ديال الاينوكس راه كيخسرها. حيت هذا المشكل ديال البرودوي طرا بزاف الاخوات كيسولوني كيقولوا لي شريت مثلا برودوي اولا ما القاطع اولا ليناس وخسر ليا البوطه. البرودوي ديال الاينوكس راه كيكون بوحدو مرسومه فيه بوطاغاز اولا شي بلاك بحال هكا، اما ديال الحمام راه كيرسموا فيه داكشي ديال لافابو وديال هذاك كيكون ديال الحمامات هو اللي كيخسر لينا الاينوكس. انا مسحت البنات البوطه ديالي، بعض المرات راه كندير ليها حتى الخميره المعجونه مع الصابون البلدي كتولي كتشعل. انا قلت لكم بزاف ديال الوصفات وكتستعملوا نتوما اللي بغيتو. بالنسبه للفران غادي نحيدو، غادي ندير ليه هو البرودوي لانه معلق وفيه دسم بزاف بزاف، يعني خصني نحيدو هكا الفوق البوطاجي. ها نتوما شوفوا الحيط كيفاش ولا، دوك الفتحات ديال الفران كاينين عنده في اللور ديالو ماشي في الجناب، كيتنفس من دوك الشريطات اللي في اللور. اي فران خص ضروري شي تقابي واخا ديال الغاز، كتشوف واحد الدواور راه من تما كيخرج هذا البخار وهذا الشيء كاع اللي كاين. غادي نمسح هذا الاطار حتى هو غير بواحد واحد تويب، وهنا غادي ناخذ هذا البرودوي الو اللي الديفو اللي فيه هو الريحه، الريحه ديالو مجهده 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 بزاف. اما النقاء كيقضي على اي حاجه، شوفوا راه غير رشيتو ونزل داك الشيء بلا ما تحكوا بلا والو. وحتى التصبين ديال الحوايج راه كندير في شي بقعه اللي ما كتحيدش كنرش عليها كتخليها غير واحد شويه كتولي بحال ما عمرها كانت شي طبعه تما. ولكن المشكل ديالو انه كيخنق وحتى في اليدين كيحرق، يعني راه ممكن الله يحفظ يسبب اكزيما في اليدين اولا. هذا هو الديفو ديال هاد البرودويات هادو، داكشي باش بزاف غالب الاحيان كنعتمد على هادوك التخليطات اللي كنصاوب اللي كنشارك معكم، والحمد لله راه كيكونوا ناجحين. الفران ها نتوما شوفوا كيفاش داير، لا من الفوق ولا من الداخل كله مسخ وكله معلك، يعني خليت واحد المده هادي. غادي ناخذ هاد اوني الكري هو اللي غنخدم به. بالنسبه لهاد اوني هذا راه شحال هادي تقريبا سنه دابا وهو عندي، حيت صافي ولا كيجيني صعيب الا قستو بيديا ولا الريحه ديالو، ولكن حتى هو في التنظيف هادو كاع اللي شتو عندي اليوم راهم واعرين في التنظيف زوينين، ولكن في نفس الوقت واعرين على الصحه على التنفس على اليدين على الجلد. ما بقاوش نستعملوهم يوميا مره مره هكا، ما خلاص زعما في الجوده ديالهم راه تبارك الله كينقي ومزيان. غادي نغلفو كله من الداخل. من نهار كنبغي نقي الفران زعما تنظيف عميق هذاك النهار ما كنطيبش فيه نهائيا، كنخليه حتى النهار الاخر اولا بعض المرات كنخليه حتى يومين حتى كنتاكد انه نشف 100%، ماشي غادي نحكوه نمسحوه بخرقه فازقه ولا شي حاجه بحال هكا ونوضو نطيبو فيه في نفس الوقت. تراكم عارفين راه فيها الخيوط ديال الضو من الداخل اللي مشي دار لينا شي سيركوي هكا. وحتى في هذا الظهر ديالو شوفوا هذوك الخطيطات هما اللي كيبقاو يتنفسوا حتى كيعطيونا ديك الطبعه اللي كتشوفوا من اللور، خصوصا الا كطيبوا فيه مثلا البلا ديال الحوت ولا شي طياب اللي هو سائل ماشي الخبز، هذاك هو اللي كيطلق داك البخار كيكون ملون. الزجاجه حتى هي واخا هنايا انا راه كنقيها به ما كيوقع والو. واحد الاخت في التعليق كانت قالت لي باللي اولا كتبات زعما في التعليق ديالها بانها دارت لي هاد اوني الكري وطرطقات ليها الدجاجه كلها، يعني هاد البرودوي هذا غادي يكون صعيب الا زعما كيهرس الزاج. واخا انا راه شحال من حاجه نقيتها فيه ما خليت ما درت به زوين كيعاون. بعد ما خليتها واحد المده غسل ديك الشبيكه خليتها غير باش ترطب صافي كدوزو غير واحد الشيته ولا غير يدكم ولا الحلفه كيولي الزاج كي زعما كيلمع. وهاد الشبيكه هادي ديال الفران راه هي اينوكس حقيقيه ما كتلصقش في هذاك المغناطيس. ملي تبغيو تاخذوا شي فران شوفوا الاكسسوارات ديالو من الداخل واش اينوكس ولا حديد، حيت الا كان حديد مع الوقت راه كيتصدى. والزاجه بزاف الاخوات كيسولوني كيفاش كنرجعوها، هذيك هي الطريقه كتدخل بطريقه عاديه وكنديروا لها دوك جوج قفالات اللي كيجيوها في الجناب. في التنظيف العميق ما كنساش حتى لاهوط حتى هي معلكه شاده نيت الدهون وحتى الغبره ملي كيكون داك الدم وداك الحراق وداك البخار في نفس الوقت هو براسو كيشد لينا الغبره. بالنسبه لهاد الفلترات ديالها راه غير بالبرودوي حتى هي ديال اونيل كري وشويه ديال الشيتا كنخليهم حتى كيرطبوا شويه كنشللهم دغيا دغيا بسرعه كيتنقاو. يعني ملي تبغيو ديروا شي تنظيف عميق هكا بالبرودويات
دوزو كاع الحوايج اللي عندكم هكا معلكين، راه كيولي كتولي الدنيا كلها كتشعل وكتولي النقا. شوفوا كيفاش ولاو، رجعوا جداد ساهلين في التنظيف بهذاك البرودوي اولا بالخلطات اللي كيكون فيهم الماء طايب. حتى لاهوت براسه غادي نرش ليها شويه ديال هذا الو السائل هذا، ونمسحها كامله كامله بهذا الثوب هذا. غادي ندير وسط منه واحد الشيت هكا فيها واحد ليديه باش هكا نوصل، لان راه عاليه. نرش مزيان من الداخل من جناب البلاكارات. هذا الو انا راه جربته حتى في هاد البلاكارات ديالي وما خسروش، يعني كنهضر انا على هذا النوع اللي عندي في هاد البلاكار هذا، ولكن غير رشوه ومسحوه في نفس الوقت، ماشي ترشوه هكا البرودوي وتخليه، اي برودوي خليته راه كيخسر. شوفوا هذيك الشيته شحال خرجات ديال الدهون وديال الحروق وديال الاوساخ، داك البخار اللي كتجمع لاهوط. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على السميه ديال هاد لاهوط هذه، ما عقلتش السميه ديالها، ماشي شي سميه اللي هي معروفه، ولكن راه نيت ماشي شي زعما شفاط اللي كتجر مزيان اولا كتاسبيري هذاك البخار، ولا راه ماشي بزاف. يعني ثمنها بحال الجوده ديالها، الثمن كنت خديتها يمكن ب 1100 درهم ولا 1050 درهم، شي حاجه بحال هكا. والمهم راه ضربات حتى هي واحد العامين ولا 3 سنين، الله يجيب الرزق ان شاء الله. هنا بالنسبه للارضيه غادي ندير اوني طول زوين حتى هو في التنظيف. انا اليوم جمعت لكم هاد البرودويات كلهم باش الاخوات اللي الا شريتهم مثلا كاملين راه كيبقاو عندكم تقريبا حتى لسنه بثلاثه بهم، يعني شويه من هذا شويه من هذا وانتم غاديين. الا خديتو غير واحد راه كيدير هاد المهمات كاملين. بالنسبه لهاد البلاكارات راه مره في شحال كندير لهم هاد الطريقه هادي، والحمد لله ما تصدوا، ما وقع لهم والو. واحد الاخت كانت كتبات لي في واحد التعليق قالت لي ما بقاش تغسليهم راه مع المده كيتصداو البيزاغرات. بالنسبه للبيزاغرات الا كانوا حديد متفقه معك غادي يتصداو، الا كانوا اينوكس 100% وجربتي فيهم المغناطيس وما لصقش فيهم راه ما كيتصداوش. هادو راه من هاد البيزاغرات هادو، دوك اللي كيشدوا البيبان من الداخل راه ديال اينوكس 100%. كما قلت لكم نهار الا عقلتو فاش شاركت معكم الكوزينه فاش يلاه صلحتها قلت لكم راه دايرين الثمن، ولكن زوينين فعلا، صدقوا زوينين. زوينين بزاف، هما اينوكس 100%، والبيبان راه الومنيوم. هذاك الشيء باش مره كندوز ليهم كنغسل بهذه الطريقه هذه، وغالب الاحيان راه كنمسح بالخل اولا داك الخل ديال التنظيف ولا الماو جافيل، حتى الماء فيه شويه ديال الجافيل كيرد الالومنيوم كيشعل. وبالنسبه للارضيه راه دوزت ليها كلها حتى هي داك اونيطول وفركتها مزيان وتنقات الكوزينه كلها رجعت جديده. بعض المرات كنوضو خصوصا قبل هاد الايام ان شاء الله ديال العيد الكبير، نشقاو هكا بهذه الطريقه كل مره نحيدو شويه باش ما يتجمعش علينا الشغل. وعاد راكم عارفين المناسبه ديال عيد الاضحى كتكون الروينه كيكون شقا. الفيديوهات الجايين البنات كل فيديو ان شاء الله غادي نبقى نحط لكم معاه حليوه، شكل ديال الحلوه كما كان الحلوات اللي غادي نحتاجوهم في العيد كيكونوا اقتصاديين، وغادي نقلب لكم على الساهلين باش هكا كل مره ندير واحد الشكل ديال الحلوه. ان شاء الله ملي يكون العيد هاد الايامات اللي بقاو ليه تلقاو راسكم راه ساليتو الحلوه ديالكم بلا ما تعذبوا وبلا مجهود. هذاك الشيء باش غنبقى نجيب لكم حلوات اللي هما ساهلين وبساط في نفس الوقت يكونوا عاطيين للعين ان شاء الله. كل فيديو غادي نحطو غنحط معاه واحد الشكل ديال الحلوه، نديرو الفقاس، نديرو شي حاجه هكا بلا فران، نديرو حلوات اللي هما ساهلين. المهم كل مره غنشارك معكم شكل ملي غندير انا ان شاء الله للعيد. وهنا كملت تنظيف ديال المطبخ، كملت البوطاجي، الحيوط، كلشي دوزت ليهم، كلشي ولا تبارك الله نقي كيشعل. ها هي لاهوت رجعت زوينه، البلاكارات ديال التحت وحتى ديال الفوق كلشي مسحتهم. ومطيشه داك اللي طحنت قبيله ما بقيت درت لا حريره لا والو، يعني غادي نجمدها ان شاء الله. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنينا الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من اللايكات كما العاده التشجيع. نشكركم بزاف بزاف، خليت لكم الراحة. وصلنا لنهاية الفيديو، إلى اللقاء.